جاكم فريد من خلال ميكرو تكوميك مع انفاس. كما العاده موضوع اليوم هي غنسولوا الناس كي جاتكم تعيين مراه عمده ديال الدار البيضاء. الا بغيتوا تعرفوا الجواب ديال الناس خليكم معنا. اجهر لك تعيين مراه عمده الدار البيضاء. واخويا هادشي تيفرح لان المراه فيها منا فيها ختنا فيها بزاف الحوايج، والمراه كتكون دائما واقعيه وصريحه وما عندهاش مع زيكزاك. بكل تواضع بكل تواضع. وشي ميساج ليها؟ تحيه للمراه المغربيه. مراه مراه وقاده. مراه مراه وقاده. ولا كانت مراه فعلا غتكون عمده الدار البيضاء، شي ميساج انتيا كمراه توجهي لها من هذا المنبر؟ نوجه لهاد المراه اللي غادي تكون اللي غتولي عمده، كما كانت مراه ولا راجل؟ انا تنعطيها التحيه والبرجور للمراه. للمراه. والراجل؟ والراجل هذاك الراجل كيبقى في بلاصتو، ولكن المراه من غتشد واحد المرتبه راه تبارك الله راه خصنا ماشي نعطيوها التحيه، راه غنعطيوها بزاف لان هي غتحرف في الدار وغتحرف في الخدمه. بكل تواضع. بكل تواضع. هذا هو الراي ديالي. هذا هو الراي ديالي. التحيه. قول يا اخي اجهر لك في تعيين مراه عمده الدار البيضاء. ممكن نقول لك انا ان تعيين المراه في عمده الدار البيضاء غتكون سيف ذو حدين، كاين اللي كيكون مع الفكره وكاين اللي غيكون ضد الفكره. انا ما غنقول لا مع انت واش ضد الفكره ولا مع الفكره؟ نقول لك انا ما غنقول لا مع انني مع الفكره ولا ضد الفكره، باش ما غنسخش انا واحد الدوسي على النساء، حيت كاين اللي يقول لك انايا بالنسبه للمراه غتكون، حيت هي ممكن تكون المهم بزاف د الحوايج راك عارف النساء كي دايرين. لا، ولكن اللي كنقول انايا ما خليتونا قهوي باش نخدموا، ما خليتونا حتى شي باش نخدموا، بقات لكم غا عمده. يعني بكل تواضع. بكل تواضع حنا بغينا حتى حنا نخدموا، يعني دابا ولينا كنمشيو لاي بلاصه نبغوا نخدموا كيطلبوا الاناث، يعني مطلوبين الاناث اكثر من الذكور. ولكن هي راه قرات ووصلات ولات عمده، قرات حتى باش توصل عمده. انا كنقرا وكنوصلوا وكنكتب انا قصائد شعريه ما تقدرش تكتبهم هي، اللي هو دايب راه عمده هي. كتكتب قصائد شعريه؟ انا كنكتب قصائد شعريه، ولكن خلي هذا الشيء ما دخلش الموضوع ديالنا. كنقول ان عمده يعني كما قلت لك في الاول كتبقى سيف ذو حدين، ممكن تكون ايجابيه للبعض وتكون سلبيه للبعض. يعني انا ما غنتعمقش معكم في الموضوع، يعني كما كنقولوا يعني نسيت اش باغي نقول. كما كنقولوا بكل تواضع. بكل تواضع. الا كانت تستاهلها خصها تبين لنا انها تستاهلها، ما كانتش تستاهلها خصها تحيد وتخلي راجل يشد البلاصه ديالها. هذا هو الراي ديالي. هذا هو الراي ديالي. تحيه. قول لي اخويا اش دار لك في تعيين المراه عمده الدار البيضاء؟ تعيين المراه في عمده الدار البيضاء كنظن بان الرجال ما خدموش كازابلانكا، تقدر المراه تخدم كازابلانكا. بكل تواضع. عادي ما كاين شي حاجه زعما، تقدر تخدمها مزيان. شفنا زعما العيالات خدموا احسن من الرجال بزاف ديال زعما بزاف ديال المناصب خدموا احسن من الرجال، عطيوها فرصه ما عرفتي علاش لا. بكل تواضع. عادي. هذا الراي ديالك. هذا الراي ديالي الشخصي، ما كنقولش على الناس الاخرين، كلهم كنحترموا الاراء. تحيات. الراي ديالهم. تحيات اخويا. شكرا. اش ظهر لك في تعيين مراه عمده الدار البيضاء بكل تواضع؟ واش غنقول لك اخويا كيبان لي هذا الشيء بصراحيه، اش داروا الاولين بعدا؟ لا مراه ولا راجل، ما داير لا مراه لا راجل، الاولين اللي دازوا وعاود اللي دازوا وعاود الثاني جا غير المراه ولا مراه ولا راجل، ما غيديروا والو كيشوفوا الحاجه ديالهم. لا شي بصلاحها واش الدار البيضاء هذه هي، شوف الدار البيضاء كي دايره، يجيو يشوفوا الشوارع، يجيو خانزين عامرين الزبل قواز، يشوفوا بنادم ناعس في الزنقه بيت في الزنقه، ما بينوا لنا والو. لا اللي دايزين شحال من عام وحنا ما كيقول لك عينوا المراه عينوا الراجل عينوا المراه عينوا الراجل، لا لا البنيه التحتيه لا والو، يجيو الحفار اللي كاينين عاد نشوفوا واش كاين شي نتيجه. البنيه التحتيه لا فوقيه والو. فوقيه لا. لا جبادور. لا جبادور. بكل تواضع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اش دار لك في تعيين المراه عمده الدار البيضاء؟ مزيانه، المراه غادا تخدم البلاد، غادا تنقي البلاد وغادا تعاون مع البوبريه وبزاف ديال الاحتمالات غادا دير هاد المراه. والمراه ديما كتخدم، شي المراه ديما كتخدم ديما هادي من بكري المراه كتخدم. والراجل شويه ماشي بزاف، شويه كي كيبانوا لي شحال ديال الرجاله ناعسين وخدامين عليهم نيت عيالاتهم. بكل تواضع. اييه داكشي اللي كاين. وشي ميساج؟ ايوا كنتمناو من هاد المراه هادي تشوف من حال الدرويش، حنا راه كنبيعوها في الزنقه، انت كتشوف الحاله كيفاش دايره، وخصها دير جهده باش تنقذنا حنايا من الزنقه. بكل تواضع. بكل تواضع. تحياتي. صافي.